عباد الله، ليوم الجمعة منزلة عند الله، فهو سيد الأيام وأفضلها وأعظمها قدرًا وأجلها. مكانته عظيمة ومزيته جليلة، فاعرفوا لهذا اليوم حقه وفضله، واغتنموا فرصته، وأدوا سننه وفرضه. وحض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجمعة ورغب فيها، وحذر من تركها والتخلف عنها. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. وعن أبي الجعد الضمري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. رواه أبو داود.